السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كنتواجدوا قرب مدينة أزمور. كاين الإخوان 13730 تيتري محافظة بعيدة على مدينة أزمور كروميط، مش بعيدة. الطريق الرئيسي الإخوان راه تكون كنشوفوها في دي زين طوموبيلات اللي كتدي من أزمور مصور راسو. الناس ديال الجديدة والنواحي ديال أزمور راه عارفين هاد المنطقة هادي. بعيده من ازمور كما قلت لكم كروميط، وبعيده من البياج ديال لوطوروت كروميط بالضبط. هي جات على الشاطئ الطريق الرئيسي الاخوان. هذه تيتري فيها الكوارة، فيها واحد المنزل، فيها الشاطو، فيها بير. المهم ماشي كامل غادي نكتشفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم في لا فيديو ان شاء الله. كما كتشوفوا الطريق الرئيسي غادي نشوفوها دابا ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه هذو اللي حنا فوق الكوارة، بالنسبه للشاطو والبير، والبير هو هذاك وديك البنايه صغيره تقريبا شي 50 متر هي هذيك. الشاطو كيهز 14 طن عفوا كيهز، والبيت ديال الشاطو من التحت. كاين اربعه ديال الكوارى اللي كاينين، حنا غادي نشوف هادشي ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كتقلب على المساحه الكبيره وقريبه للمدينه، تبارك الرحمن كاينه هادي، اللهم بارك. بالنسبه للضو راه داخل ليها، داخل هاد المساحه ديال هي 13730، والماء ديال الدوله راه على الشانطي. خلص البير راه عندك الاخوان. وبالنسبه للغرق ديال البير راه 60 متر ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوه. والبير بلدي الاخوان، بلدي تبارك الله وفيه الماء، اللهم بارك. ان شاء الله الرحمن نوريكم الطريق الرئيسيه. وبالنسبه للفيرمات حداك، بالنسبه للاخوان الطريق الرئيسي راه هي هذه كما قلت لكم تقريبا كروميط من مدينه ازمور كروميط. وبالنسبه لوطوروت كروميط، لوطوروت ديال بياج ديال ازمور، هذه هي البقعه ديالنا اللي فيها 13730 متر تيتري. بالنسبه للناس اللي بغات دير شي مشروع ديال المواشي او مشروع على الطريقه الرئيسيه، تبارك الله قهوه كافي داكشي ديال الالعاب ديال الدراري صار. ما شاء الله تبارك الله كاين المساحه، حتى ستاسيون ممكن كاين المساحه تبارك الله. بالنسبه للفصاد من الحيط حتى الحيط الاخوان هي هذه كلها. ان شاء الله الرحمن الرحيم نمشيو نشوفوا الكوارع كلهم. بعيده من جديده 15 كيلومتر زمور كروميط الاخوان. كنهضروا على كل شيء تيتري، كل شيء محفظ. التربه تبارك الله كي دايره. وبالنسبه للناس اللي كيربيو المواشي الكواره تبارك الله كاينين اربعه ديال الكواره، غنشوفوهم ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. خليكم معنا. بالنسبه للي فيرم تبارك الله، لي فيرم اللي كاينين جنبكم ما شاء الله. دونك كاين الجيران الحمد لله. والطريق كما كتشوف الطريق تبارك الله دوبل فوا ديال اللي كتدي من ازمور المصور راسو. كما شفتو من الحدود ديالها غادي حتى الراس، كذلك حتى هاد الصورة هذا. وبالنسبة للكوارة مفينين مقادين مضالين كلشي، تحراش محرشين من الداخل ومن برا. أزمور راه كيبان لكم الاخوان دوك العمارات اللي حدا المسجد، ديك الرون بوان اللي كتدخل أزمور. خلاص بيترومين راه معروفه، بيترومين اللي كاينه حدا أزمور هي وطوطال. بالنسبة للدور هذا خليها الدو صغير ديال 220 ندخل مولاها على بركة الله. بالنسبة هذا راه الدروج ديال الكورة الفوق، ان شاء الله المريمة تكتشفوا كل شيء. كاينين كورة كلهم محرشين من الداخل ومن برا وكلهم ضالين. هذا فيه 16 متر الاول، 16 متر، الثاني 40 متر، الثالث 40 متر، الرابع 40 متر، الخامس فيه 84 متر اللي فيه.
وكلها داير كلها دايره في السور. هاد البلاصه فين كاين الكوارع وديك الدويره الصغيره والبيرو الشاطو كلها دايره في السور. الناس اللي كدير تربية المواشي تبارك الله الكوارع موجودين الحمد لله ومخدومين على حقهم طريقهم. الكوارع كلهم دايرين بحال هكا كلهم محرشين ومضاليين كاملين. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة ديال العجولة. كيما شتو راه كلهم بحال بحال كاملين. الاخراني فيه 84 متر هادو 40 40 40 في 16 متر اللي فيه. بالنسبه لهاد الشاطو كما قلت لكم كيهز 14 طن ديال الماء. وكاين البيت ديال الشاطو من التحت. البير تقليدي البير تقليدي الاخوان والماء راه فيه الماء موجود والغرق 60 متر ديال الغرق اللي كاين فيه. البيت ديال البير اللي فين كاين دايرين الموتور مخرجين داكشي ديال العرب ديال الموتور. الناس الفلاحه غادي يعرفوا هذا الشيء. بالنسبه لهاد الدويره الصغيره فيها جوج بيوت كبار كاين البيت في بيت وهذا البيت ديال البير. هادي سفرجلة كاينة واحد 350 متر كاينة من السور على برا ديال مول الملك 350 متر ملكية ماشي تيتر. كاينة هنا مورا السور من السور ملي كاينه 350 متر. بغيت نوريها لكم مي شويه الاخر القفل مسدي باش نحل الزكروم باش نوري لكم ديك 350 متر جات من السور على برا. المهم بالنسبه للسيد ما كيدخلش الحساب هذيك فابور بالنسبه للانسان اللي بغى يشريها. كما قلت لكم الاخوان في هذه المساحه اللي تيتر مسجل محفظ 13730 تقريبا 14 خدام اللي كاينه. بالنسبه لقريبه الازمور قريبه الجديده قريبه لوطوروت وبالنسبه للثمن 22 مليون الخدام قابل للنقاش. المهم اللي بغى يشوفه يتواصل معنا على رقم 0973 42 61 91 واللي عنده شي عقار او فيرما او فيلا يتواصل معنا نتكلفولي بالبيع. يلا تبارك الله لكم الإخوان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.